مساء الخير، حلقة جديدة الليلة من برنامج سبورتس بوليتكس، والليلة ضيوفي هن خليل كفوري رئيس نادي سبيد بول شكا، إلي موسى رئيس نادي المشعل كسبة، وحيكون معنا إدارية ولاعبين من الفريقين. الرئيس خليل والدكتور إلي هن اليوم ضيوفي لأنه فريق سبيد بول شكا قدر يربح لقب بطولة لبنان بالفولي بول للدرجة الأولى، وفريق المشعل كسبة قدر يربح لقب بطولة لبنان بالفولي بول بالدرجة الثالثة. هني ما بس ضيوفي مشان هيك، هني ضيوفي كمان لأنه كنا معكم بكورة بريس بتغطية حصرية لمباريات الفولي بول من داخل الملاعب لايف على صفحات كورة بريس، وكلكم قدرتوا تتابعونا وتشاهدونا. واليوم رح نحكي أكثر عن الإنجاز يلي قدروا الناديين يحققوا. قبل ما بلش كمان بدنا نوجه تحية ونقول مبروك لباقي الفرق بالدرجة الثالثة وبالدرجة الأولى كمان، نادي البشرية اللي وصل على النهائي، نادي نات يلي طلع ثالث كمان بالدرجة الثالثة، نادي حمات يلي طلع ثاني، ونادي بتعبورة يلي طلع ثالث. مساء الخير إلي ومساء الخير خليل. مساء الخير. مساء الخير، كيفك؟ الحمد لله. ريس خليل، قبل ما نبلش بركي بس بتجرب تكون على الفور جي، بعرف في شوي مشكلة بالكونكشن عندك وبنعتذر من المشاهدين على الصورة، بس إذا فيك تكون على الفور جي بهالوقت حبلش مع دكتور إلي. أنا حأسألكم أسئلة تقريبا موحدة، بخلص حدا منكم بيرجع الشخص الثاني بكمان بيجاوبني على نفس السؤال. دكتور إلي خليني بلش معك، قلك مبروك. وشو حب تقول هيك بالمختصر بأول هيدي الحلقة؟ أول شيء بالإذن من الرئيس خليل، أنا عم بلش أنا قبله بالحلقة بالوقت على راسي بس كل كونكشن زبط حبيبي. أول شيء بوب، أول شيء بدي أقوله بحب أقوله أتشكرك أنت وأتشكر كورا بريس على كل المجهود اللي عملته. أنا برأيي بليكن البطولة ما كان إلا طعمة ولا كان إلا رونة. صحيح البطولة كان عندها متابع، كانت منقول بعض المتوشي على التلفزيون، بس أنا بقدر أقول لك أنه الجو اللي عملتوه أنتوا على كورا بريس اللي كان من تغطية المباريات، من متابعة الجمهور بعد المباريات، من التحضير للمباريات، كان عن جد عم يعطي نكهة مختلفة كليا للبطولة، وحق علينا أنه نعترف لكم بهذا المجهود ونقول لكم thank you لألكم، لأنه عن جد رجعتوا فوتوا الفولي بول على كل بيت. وأنا بقدر أقول لك أنه بفضلكم صار عم بيجينا تليفونات من بعض الأهل اللي بدهم يعملوا وصايد تنفوت لهم أولادهم على الفريق. بالوقت اللي كنا عم نبرم على حدا يلعب فولي بول، صارت هلأ الواسطة هي اللي أم ولد عمره مثلاً 7 سنين أو 8 سنين اللي بشرفك بدي منك فافور إذا في ابني يكون عم بيلعب معكم للسنة اللي جاي أو يكون عم تحضر معكم للسنة اللي جاي. هذا كريدت لألكم أنتو، بقلك تانك يو لألك، لكل اللي كانوا عم بيسعى التصوير، للمعلقين اللي عندكم اللي كانوا مميزين، ولكل صفحة كورة بريس. شو ما نقول بنضل مقصرين معكم، ثانك يو على كل شيء عملتوا لنا اياه. ثانك يو. انا بضم صوتي لصوته 100% يعني اللي قالوا عن جد يعني تشكروا على الموضوع. ثانك يو ثانك يو رئيس خليل، ثانك يو دكتور إلي. انا بس هون تقول بكل صراحه كمان اسمحوا لي، انا مني انا شخصيا كوني مسؤول عن صفحه الرياضه او اسم الرياضه بكوره بريس، اتشكر كمان القيمين على كوره بريس، جيمي سابا بالاخص. يعني جيمي اول ما حكاني ابو ارز وقال لي شو رايكم تنقلوا ماتشات سبيد بول، نبلش ننقلها لايف، هي كان بعد الادوار قبل الفاينل فور. قلت له دغري لابو ارز انا على التليفون، قلت له اكيد بس تيني دقيقتين حأكد مع جيمي، مع أنه جواب من هلأ خده من عندي أنه أكيد 100%. وهون كمان نشكر فريق سبيد بول يلي حاط ثقته فينا بأول المطاف، وبدي أشكر عن جديد جيمي مبارك يلي كان معنا على التصوير، علي كان معنا على التصوير، جورج فدعوس بالتعليق كمان عمل أداء جيد جدا ورائع كان جورج طوال البطولة، وإبراهيم فياض علق على ماتشين أو ثلاثة كمان كان أداؤه رائع جدا. كمان اسمحوا لي اتشكرون وتشكر كل فريق عمل كورة بريس. رئيس إلي تفضل، شو حابب تقول كمان بأول مقابلة؟ أول شيء كمان عبر كورة بريس بحب أنا وجه تحية لجمهورنا الكبير اللي هو فعلا بكل ضيعة لو ما عنا هذا الجمهور اللي واقف ورانا وبيعطينا هيدي البوش القوية كتير ما كنا قدرنا نوصل للمحل اللي نحن وصلنا له.
عن جد خلونا نرجع نحس حالنا مثل وقت كنا اولاد صغار، يعني وقت يكون عندنا ماتش اعتبرنا يوم السبت نبطل نقدر ننام بالليل، ومن يوم الجمعة ناطرين كيف بدنا نحضر حالنا تنكون جاهزين بأحسن صورة كرمالهم وكرمال ما نسود لهم وجههم ونطلع عند قدر مسؤوليتهم. يعني أنا بقول لك اللي حبيته بوب بهذا الموضوع إنه قدرنا نعرف إنه بهالبلد اللي كل شيء بيفرق الناس عن بعضه، الرياضة قدرت تجمع الناس كلهم سوا من دون ما حدا يسأل أنا مين وأنا شو وأنا كيف. يعني نحن بضيعة مثل ضيعة كسبة كتير حبيت هالوحدة اللي عمله فريق المشعل بقلب الضيعة، لقينا كل الناس من كل الميول السياسية ومن كل الطوائف والمذاهب كانوا راكدين ورا الفريق ما عم بيفكروا إلا بكسبة وباسم كسبة، ويا ريت كل العالم تبقى هيك لأنه هذا اللي نحن عايزينه بالبلد. بعدين بعتبر انه عن جد جبنا فرحة للناس بقلب الضيعة كانوا بيستاهلوها بهالظروف الصعبة اللي عم يمرق فيها البلد، نشوف ناس ما عم بيضحكوا وناس مبسوطين وناس عم بيدبكوا مع الشباب تبعهم وناس مجمعين بالساحات كرمال هدف نبيل مثل الرياضة، هذا شيء كتير مهم، وان شاء الله بنضل نحن مصدر مثل بيقولوا فرح لكل اهالي ضيعتنا ولكل اهالي منطقتنا. هذا الشعور نحن حسيناه مع سبيد بول من 3 4 سنين، لانه سبيد بول هو مش نادي بيمثل شكه واحده، هو بيمثلنا كلنا سوا، ويمكن كان هو الحافز لكثير انديه انه تقدر تاخذ سبيد بول كمثل لهم، ونحن اللي جربنا نعمله. عن جد جربنا نبني لجنه اداريه جديده من شباب متخصصين بالرياضه، هيدي اللجنه عملت فرق كثير كبير، حسينا لاول مره انه في مجموعه متابعه الفريق، في مجموعه لاحقه الفريق. ومن هون بحب وجه تحية لأمين سر النادي النشيط جدا 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 اللي هو نديم صعب، عن جد للمجهود رح يكون الخارق اللي ضيفي، عمله. ايه بس رح انا يكون ضيفي بعد شوي. بحب وجه له هيدي التحية لأنه ما تخيل الحمل اللي شاله عن ظهري، حسيت حالي لأول مرة اني انا مرتاح عم بقدر اركز على الامور الفنية تبع النادي بالوقت الامور الإدارية كان شايلها نديم كلها سوا من اولها لاخرها. بوجه له تحية، بوجه تحية لكل جمهور كسبة فردا فردا، وبقول لهم بإذن الله رح نضل رافعينكم راسكم، هذا أول خطوة ما رح نوقف هون، بعد سنتين بدنا نكون عم نتقاتل نحن والريس خليل على بطولة الدرجة الأولى. إن شاء الله ريس خليل، أنا كمان بدي أوجه تحية لكل جمهور كسبة وكل أهالي كسبة. ريس خليل تفضل، شو حابب كمان، شو حابب تقول؟ بدي أرجع أقول لك أنا مبروك، يعني أدائكم كان رائع، الله يخليك، سيطرة تامة فينا نقول، شبه تامة على البطولة، كانت من أولها لآخرها هيك. يعني الدكتور إلي كفى ووفى، يعني اسم الله ما خلينا شيء نحكيه. أنا بدي أتشكر الدكتور إلي، أكيد أتشكر كورا بريس على الشيء اللي عملتوا لنا إياه على طوال فترة البطولة. ومثل ما قال الدكتور إلي، يعني الجمهور هو اللي عم بيعطينا حافز كل سنة نشد أكثر نشد أكثر ونضل نستمر، لأنه بعتقد هو اللاعب السابع عنا بأرض الملعب مثل جمهور كسبة. نحن بين أنه مش بس جمهور سبيدبول كبير، اسم الله في جمهور كسبة كبير، في جمهور حماة، في جمهور تنورين، في بعض الفرق عندها جماهير الألمون، يعني هيدي اللي بتخلي مثل ما قال الأولاد الصغار تشجعهم. يعني نحن مثل ما قال الدكتور، نحن هلا نحن بتلاقي اذا كل تمشي بالاحياء اللي بشكه بتلاقي كل ولدين ثلاثه حاملين طابه عم بيلعبوا فولي بول، عم بيلعبوا فولي بول، وكلنا عم بيسالونا اي متى بتبلشوا، لانه نحن عندنا اكاديمي بنبلش اكيد بعد ما تخلص المدارس، كلنا عم بيطالبوا انه هلا نبلش من هلا عبكير، وخصوصا بفتره الانتخابات هلا ما في شيء يعني. وهيك بقى يعني اللي قاله الدكتور على الراس، بس لك يا دكتور من هلا بقول لك البطولة لنا ما فيك تقرب علينا ولا خلوا هيدي بعدين بنوصل لها، وان شاء الله بنوصل لمحل نعمل لكم اثنيناتكم لا ماتشاتكم تكونوا وحياتك بتساوى بنهائي البطولة. وحياتك وحياتك اي نادي اللي كان مين ما كان يكون مهم يعطي الاداء الصحيح، ونحن بنبارك له بالكاس وما عندنا مشكلة أبدا، يعني شو بدنا نحتفظ فيه للأبد، يعني مثل ما بدنا نحكي كتير سياسي هلأ.
لا لا بلا بلا السياسة، خلونا بالرياضة، لأنه فعلا اليوم بكل هالأجواء المتشنجة بالبلد السياسية، مية الناس بالمية بيسألوني كيف بعدك عم تعمل حلقات سبور وانتخابات والعالم ما بالها، لأنه انتخابات ولأنه يمكن العالم ملتهي بغير أمور، لا لازم العالم والشباب يلتهوا بالرياضة اللي هي أفضل شيء. أنا هون علقت على كلمة للأبد بس، فهمت علي؟ بدي هون افتح لكم المجال تتشكروا السبونسرز تبع فرقكم، لانه بعرف بهالظروف الصعبه قديش وقفوا حدكم وقد ايه وجودهم اساس، وشفنا كان عندكم سبونسرز للفرق، وبعرف قد ايه صعب واحد بهالظروف يقدر يعمل شيء بلا سبونسر، ولازم نعطيهم حقهم، مع انه تقطع هيدي بيعتبروها العالم دعايه او شيء، بس ما بهم، يعني بدنا نشجع الرياضه، نحن بكوره بريس عم نشجع الرياضه على الاخر، وبدنا نعطي حق لكل حدا داعم الرياضه كمان. بس قبل كمان تحية كتير كبيرة لجمهور، بالأخص جمهور فريق حماة يلي كمان كان موجود بشكل رائع وكتير كبير بالنهائي، وفعلا عطيوا يعني حتى فريق حماة عطى أداء بجنن، يعني بالتعبير الرياضي يعتبروا كانوا الأندر دوغز بالفاينل، بس عملوا أداء فعلا رائع وضلوا زاركين نادي كسبة الإخبي. هلا حنرجع للسيري وكيف كانت، بس خلينا أول شيء على موضوع السبونسرز، بس كمان تحية كتير كبيرة لرئيس نادي حماة صديقي نيكولا، تحية نيكولا أيوب صديق، تحية كتير كبيرة إلي. خلينا على السبونسرز نتشكرهم، ويرجع خليل كمان سمي لنا بوب إياهم بليز مين كانوا بوب انا انا واللي بفضل بدك إياه تجي. انا بفضل اني ما اسمي اسامي. بحب بشكل عام اشكر بلدية كسبة، بحب بشكل عام اشكر من دون اسامي، لانه هني ما بيحبوا سمي اساميهم. كلهم اولاد كسبة اللي كانوا مغتربين والقيمين على كسبة، اللي هني كلهم وقفوا حدنا، كل واحد بحسب ما هو بيقدر، وكل واحد ساعدنا بطريقة معينة، اللي كان معنويا اللي كان ماديا. وانا باكد لك انه للسنه اللي جايه لقينا تليفونات من هلا رح يكون في عنا دعم اكبر واكبر للسنه الجايه اذا الله راد. بقى بحب اتشكر انا بلديه كسبه، بحب اتشكر كل المغتربين بكسبه من دون ما اسمي اسامي تما انسى حدا، اللي كانوا عم بيساعدوا الفريق ولو بمبالغ صغيره ولا كبيره. هذا الموضوع كله كان اساسي بالنسبه لنا تنقدر نحن نكمل ونستمر بهذا الوضع الصعب. رئيس خليل تفضل، بالنسبة لسبونسر انا تفضل تفضل. بدوري لو اني عارف بدك تسالني هالسؤال كنت حطيت الاسامي عندي، بس والله كتار جريدي بيطلعوا. كمان بدوري بفضل اني ما اسمي الله يزيدهم قوي. منيح. ايه الله يزيدنا اكيد، لا دائما على زود نشكر الله، بس لانه لا سمح الله انسى شي سبونسر بتعرف مشكلة. انا بدي اتشكر كل سبونسر، لانه بدي اقول لك شغلي وانت بتعرف والدكتور علي بيعرف وكل رؤساء النوادي بتعرف، ما في نادي بيمشي، ما في نادي بيعيش، ما في نادي بيتقدم لقدام، ما في نادي بيشتغل الا ما يكون وراه داعمين، والنادي اللي ما عنده داعمين ما بيبين. بقى نحن كل الانديه لو ما في داعمين، مثل ما بتدعم نادي كسبه، مثل ما بتدعم نادي حماد، مثل ما بتدعم نادي سبيد بول، ما كنا مستمرين. انا بدوري بدي اتشكر كل الداعمين فردا فردا من دون ما اسمي اسامي، وعلى راسهم بلديه شكا وشركه تراب الوطنيه السبعه. ما راح اسمي اكثر من هو اثنين، لانه هودي مؤسسات، الافراد يشكروا كلهم سوا، ويمكن كلهم سوا معروفين. ومين نحن عنا سبونسر من المئة ألف ليرة يلي هي بنعتبرها فلس الأرملة، لأحد سبونسوريه بقيمة 600 مليون. في عندك من 100 ألف ل 600 مليون، عندك بالألوف، عندك بال 500، عندك بال 100 مليون، عندك بال 500، بال 50 مليون، يعني مشكلين. أنا بدوري بدي أشكرهم كلهم سوا، وفضلا على كل الأندية الرياضية. أكيد أكيد. دكتور إلي خليني انتقل معك شوي للمباراة النهائية يلي خدتوها بالتحديد ضد حماد. قبل ما توصلوا على النهائي ما كنتوا خسرانين ولا ماتش، فتوا على الفاينل خسرتوا أول ماتش، خبرني شوي عن هيدا اللقاء. ما كتير بدنا نفوت بالأمور اللي صارت، لأنه تعالجت ليلتها، وعرفت حرصك أنا ليلتها بالتواصل معي ومع التواصل مع غير أشخاص، قد إيه كنت حريص على إنه القصة تنتهي مثل ما لازم، وصار اتصال بينك وبين نيكولا أيوب بذات الليلة وطريت الأمور. فكيف كانت هيدا اللقاء ضد حماة بالنهاية؟
يمكن انا شفت البريزيدان نيكولا بملعب حماد باول ماتش لعبناه مع بعضنا بالمجموعه، والحديث اللي حكيناه مع بعضنا انه نحن رح نلعب مع بعضنا اكثر من ماتش، لانه كنا عارفين رح نرجع نتلاقى مع بعضنا بالفينال، ورح يكون الفينال بين كسبه وحماد، لانه كانت واضحه انه اكثر فريقين هن جاهزين بالبطوله لهذا الموضوع، من دون ما ننكر فضل بعض الانديه كمان اللي كانت جاهزه واللي كانت عندها امكانيه تكون بالفينال، مثل نادي راس مسقى، مثل نادي بتاع بورا، ومثل نادي دير عمار اللي كان كمان عندهم امكانيات يكونوا موجودين معنا. يمكن نحن كنا الفرق اللي جاهزه اكثر، والمنطق فرض حاله كنا نحن وحماد عم نلعب على الفينال. اللي بقدر اقول لك اياه انه يمكن هيدي التنشن الصغيره اللي صارت هي اللي بتعطي حلاوه ونكهه لكل شيء من الرياضه، وخصوصا انه كانت بلشت وخلصت بوقتها. بقدر اقول له انا ثانك يو لنيكولا على البروفيشناليزم اللي عنده اياها باداره النادي تبعه. يمكن نحن اثنيناتنا كنا عم نتحرك من دافع المحبه اللي عنا اياها للنادي تبعنا ولفرقنا وللرياضه بشكل عام. على هذا الاساس بقدر انا اقول له ثانك يو على تفهمه، على تحت المساعده اللي عملها. الكهرباء دكتور إلي، راحت تحت الكهرباء، الكهرباء عندك صح، راحت الكهرباء. يلا دقيقه ونرجع ترجع تشوفني. اوكي، بس كمل ما بين. بحب اتشكر نيكولا على كل الافور اللي عمله وعلى كل التواصل اللي نحن عملناه مع بعضنا، تخلينا الفينال يوصل على النهايه اللي هو وصل لها. انا بعتبر انه الفينال بينت انه احنا فريقين المستوى تبعنا كثير قريب. انا اللي بقدر اقول لك اياه انه نحن كان فينا نكون احسن من هيك كثير، وانا من هون بوجه تحيه للطاقم، طاقم اللي كان عم بيتابع اللعيبه تبعنا كفيزيوثيرابيست، لانه نحن كنا عم نلعب من الدومي فينال وعندنا 3 اصابات كنا عم نعالجها كل يوم بيومه تنقدر نمشي المطوشي تبعنا. كان عندنا امين الاصل الموزع تبعنا اللي بوجه له تحيه كثير كبيره، اللي كان عم يلعب على اجر وحده بالرغم من الاصابه الكبيره اللي عنده اياها. كان عندنا نجم الفريق اللي هو روي عبد الله اللي كان كمان عم بيلعب وعنده إصابة، وكان في عندنا كابتن الفريق ماريو اسحاق كان عم بيلعب وعنده إصابة، في عندنا سنترال كان عنده إصابة صغيرة. يعني وصلنا لمحل كان عندنا مشاكل انه نقدر نكمل البطولة، بس بالآخر نحن من الأساس كنا محضرين فريق. هذا الهدف الوحيد اللي كان عندنا اياه انه نحن نعمل بطل لبنان. كان عندنا 12 لاعب بيكملوا بعضهم، انا هون بعتذر من اللعيبه لانه سميت اللعيبه اللي عندهم اصابات، بينما انا بالنسبه لي ال 12 لعيب اللي عندنا بالفريق هن كانوا نجوم، بلاهم ما كنا قادرين نحن نربح، كل واحد كان عنده كونتريبيوشن بهذا الانتصار الكبير اللي نحن عملناه. انا بوجه تحيه من القلب ل 12 لعيب اللي كانوا عندنا بالفريق، بقول لهم انه انتم بتكبروا القلب، بقول لهم انه نحن بلاكم ما بنسوى شيء، بشكركم على كل نقطه عرق نزلتوها بقلب الملعب، انتوا ابطال، انتوا ناس على قد المسؤوليه، وان شاء الله نحن وياكم مكملين للدرجه الثانيه، وان شاء الله مع بعضنا للدرجه الاولى. من جديد بقول لنادي حماد مثل ما نحن ابطال هني ابطال، بالاخر في فرد حدا بده يعمل بطل لبنان، بس انا بالنسبه لي نادي كسبه ونادي حماد اثنيناتهم نادي نوادي ابطال، وبتشكرهم على الفينال الحلوه اللي اعطيناها للجمهور. بوجه تحيه لجمهور حماد فردا فردا، وبنقول له انه نحن وياكم اليوم وبكره رح نكون نادي واحد، رح نضل حد بعضنا، بنقول لهم انه نحن رح نكون قصه مع بعضنا عم بننافس بالدرجه الثانيه كمان، ورح يكون عنا لقاءات مع بعضنا. بنتمنى كل هيدي الامور اللي صارت تصير ورانا، نرجع نتذكر انه نحن عملنا شو كثير حلو، انه نحن كنا ناديين بنستاهل نحمل الكاس، وبالاخر في فرد نادي بده يربح. هذا هو منطق الرياضة يعني. صح فعلا فعلا، كان فاينل بعقد، وكان حتى بين من عدد الفيورز والتفاعل، يعني كان عن جد بجنن. هون كمان تحية لجمهور كل الفرق، سبيد بول وحماة وكسبة والبشرية وكل الفرق يلي نقلنا لهم ماتشاتهم، بالأخص الموجودين برات لبنان كمان يلي كانوا عم بيتابعونا من كل أنحاء العالم. وهون كمان نادي حماة كمان بنقول له مبروك، لأنه بعتقد 99% صار بالدرجة الثانية كونه في فريق انسحب، بس ناطرين تصير الشغلة اوفيشال. ريس خليل، كيف لقيت الفينال مع البشرية؟ كيف لقيت البطولة؟ شفناكم بلشتوا كتير منيح، في محل هبط شوي مستوى الفريق، رجعتوا بالفينال شديتوا.
لخص لي كيف لقيت البطولة وكيف نحن لقيت اللقاء مع المشرقين. نحن اول ما بلشنا بالبطولة يعني ما كنا مثل كل الأندية، يعني نحن كل الأندية بلشت تقليعتها مثل ما بيقولوا بطيئة. يعني اوكي كنا نحن مميزين عن غيرنا، بالفاينل 8 صرنا احسن، بالفاينل 4 صرنا احسن. هلا نحن الدكتور بيعرف وانت بتعرف انه اوقات اللعيب ما كل يوم بيكون عم بيلعب عم بيعطي نفس الاداء، اليوم فريق بيهبط وبيرجع تاني يوم بيطلع. الحمد لله نحن كنا عم نهبط بجيم بتايم وعم نرجع نعدل، عم نرجع نظبط امورنا. نحن بكل البطوله ما خسرانين الا ماتشين، مباريتين اثنين يلي هني مع نادي الألمون وفي ظروف لألا، ومع نادي نيد. يعني نحن لاعبين كل البطولة خسرانين ماتشين بس، مش أكتر من هيك. أنا برأيي يعني جون أبو جديد ضربته أثرت شوي على النادي، بس رجعنا عوضنا بأشلي النمر والحمد لله. لا بتصور كانت منيحة لألنا. رئيس خليل، تلي ماتش الألمون كان في ظروف، ما بدي فوت بهي الظروف، بس بدي أسألك هون كونك عضو بالاتحاد، بدي أسألك وكونه نديك صار له فترة عم بينافس بالنهائيات وعلى لقب البطولة ومطلع على هالأمور وعيشها، تعتقد اليوم أداء الحكام لازم له تحسين؟ وهل عم بيكون في مراقبة لأداء الحكام آخر شيء؟ يعني عم بيكون في تقييم، عم بيكون في مراقبة، عم بيكون في مثل ما بعرف حيالله يعني فيدباك بعد الماتش اوفيشال، ولا لا تركين الامور ماشي هيك؟ لانه شفنا حتى بدي اقول بالفينال لك شغله، صار في كمان شوية لغط على هالموضوع بالذات. هلا اليوم بدي اقول لك شغله بالنسبه للحكام اللبنانيين. نحن طلعنا على البطوله العربيه، تبين انه الحكام اللبنانيه افضل من كل الحكام العرب صراحه، يعني من دون مبالغه، لانه شفنا الويلات هناك. اليوم ما في حدا، ما في انسان ما بيغلط، يعني كل حكم بيغلط، وكل حكم ما كل في عندك حكم جريء، في عندك حكم شوي ما بيكون، بس اجمالا حكامنا كتير منيح. بس للاسف انه اوقات عندك حكام، يمكن انا ما خليني بلا ما احكي، الدكتور إلي هلا بيحكي عني بالموضوع، ما دكتور بدي احكي عني بالموضوع. أوجه لك السؤال لألك بشوي غير طريقة، مش بس أداء الحكام بالذات، يوم يمكن حيالله حكم بيغلط، حيالله حكم، هيدي بكل الرياضة بتصير، الأهم من هيدا الشيء هل عم بيكون في محاسبة، هل عم بيكون في مساءلة، هل عم بيكون في ريفيو للماتشات مع الحكام، هل في لجنة مسؤولة ولا لا خلص يعني بفوت الحكم بيصير يلي بيصير بالماتش وبتنتهي القصة هونيك؟ كاتحاد بوب، عم بسألك. انا مش عم بجرب لاقي عذر للحكام. انت ما بدك تنسى انه نحن دلينا لفتره سنتين واقفين عن النشاطات، وهذا الموضوع اثر كمان على الحكم، لانه الحكم وقت بياخذ فتره طويله ما بيكون عم بيحكم، يمكن بيفقد الريفلكس تبعه، يمكن بمحل من المحلات بيعوز شويه وقت تيرجع يبلش يشتغل ويرجع على البرفورمانس تبعه. انا اللي بقدر اقول لك اياه انه الحكم انسان معرض انه يغلط، مثل ما اللاعب معرض انه يغلط، مثل ما كل انسان معرض انه يغلط. انا اللي بقدر اقوله انه نحن مثل ما قال رئيس خليل، في عنا حكام من مستوى عالي، اوكي، يمكن هيدي الحكام لازم نضل عم نشتغل لفترة طويلة وضمن السنة على صقل هودي الحكام، ويمكن نحن اللي ناقصنا اليوم انه الحكام الجداد. يعني نحن اليوم عنا عدد من الحكام اللي صار لهم 20 او 30 سنه بهذا المجال، بس عندنا شويه نقص بالحكام الجداد. يمكن هذا الموضوع لازم نعمل عليه افورت، نبلش نشوف صور جديده وحكام جديده عم بتشارك بالبطوله. يعني بهذا الموضوع بقدر اقول لك انه في مجهود يمكن لازم نعمله نحن تا نشتغل احسن على مستوى الحكام تبعنا، بس مثل ما قال رئيس خليل، مستوى الحكام تبعنا بدل من افضل مستوى حكام موجود بالدول العربية. اوكي رئيس خليل، للموسم الجاي يعني قبل ما اختم انا بوب وياكم اول راح مره، انا الصوت شوي. كثير منك سمعنا. بالكيد اوكي ما بعرف اذا من عندي او من عندك.
ما بعرف، بركب تطلع بترجع بتفوت. اوكي، تا كان رجع معنا الرئيس خليل. بوب 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 دكتور بوب انا كنت عم بقرا كومنت هلا للاعب الكبير اسعد يزبك، وانا بشد على اللي هو قاله. يمكن من ضمن الغلطه اللي نحن عملناها انه ماتش الفينال كان بلا لاينزمان، وهذا شيء هذا شيء يمكن كانت من ضمن الامور اللي فاتت الاتحاد، لانه فينال ولو كان درجه ثالثه بس فينال هالقد كان تانس وهالقد كان المستوى تبعه عالي، كان بيستاهل انه يكون في لاينز مانيه كانوا بيساعدوا الحكام باخذ بعض القرارات اللي عملت لغط بالمباراه النهائيه. انا بشد على اللي قاله، وانا بقول معه حق 100% باللي حكي. تحية كمان لأسعد على أدائه الرائع، يعني كلنا شفنا أدائه كان رائع بالفاينل، ولكل اللاعبين أكيد كان أدائه مميز. دكتور إلي، كان بدي أسألك هون، كنا عم نحكي عن موضوع الحكام، كان بدي أنتقل معك أسألك للموسم الجاي، طالعين على الدرجة الثانية، كيف حيكون شكل فريق كسبة؟ بلشتوا تشوفوا يمكن تغيروا باللعيبة، مش تغيروا اللعيبة أو تجيبوا لعيبة تدعموا صفوفكم بلعيبة جداد، شو المخطط على مستوى الفني للموسم الجاي؟ نحن اول ما جبنا الهيئه الاداريه الجديده، قبل ما بعد ما انتخبت الهيئه الاداريه الجديده، اول اجتماع حطينا فيها مخطط سميناه مخطط 2021 2023، واللي هو الهدف منه اعاده النادي للدرجه الاولى مثل ما كان محله الطبيعي. وبتعرف انه احنا لاعبين 5 مواسم بالدرجه الاولى، وكان هدفنا انه نرد الفريق على الدرجه الاولى. على هالاساس بتركيب الفريق اللي نحن عملناها هيدي السنه، عملنا فريق امكانياته بتقدر تسمح له يقدر يكون عم بيعمل بطل بالدرجة الثالثة والدرجة الثانية. ونحن لعبنا بمباريات تحضيرية مع فرق بالدرجة الثانية والدرجة الأولى، وكانت النتائج كتير مشرفة لنا مع فرق من الدرجة الثانية ومن الدرجة الأولى. بعض الإصابات أثرت على مستوى فريقنا في المباراة النهائية. ما في شك إنه نحن ما بقى نقبل نرجع لورا، يعني التارجت تبعنا من هلا بقول لك يا بوعد نادي جمهور نادي كسبة الكبير، انه نحن السنه اللي جايه ما رح نقبل الا نكون عم نلعب فينال، وما رح نقبل الا نكون عم ننافس بشكل جدي جدا على بطوله لبنان للدرجه الثانيه. بس عندنا ثقه فريقكم باقي بلعبنا، مثل ما هو، صح؟ الفريق باقي مثل لا ما هو. الفريق عندنا كنت عم اقول لك مع الثقه الكبيره اللي عندنا اياها باللعيبه تبعنا قدرنا نتعلم من هذا الموسم. اكيد رح نكون عم يعني نجرب ندعم صفوف الفريق تبعنا، اكيد بلاعب سنترال زيادة أوكي، ويمكن بلاعبين بالمراكز الثانية من دون ما نسمي هلأ، خلينا نترك شوية سسبانس للأندية ما نكشف عن الخطط تبعنا، بس أكيد رح يكون في عنا 3 لعيبة جداد للموسم اللي جاي. وبقدر أقول لك إنه أوريدي أساميهم صاروا معروفين، اتفقنا نحن وياهم وبنترك القصة تعلن بوقتها، وهن لاعبين مميزين جدا ولاعبين عندهم تاريخ طويل مع أندية الدرجة الأولى. اتفقنا نحن وياهم واوريدي صار في ديل، وهن رح يكونوا من ضمن صفوف نادي المشعل للسنه اللي جايه. طب اذا اوريدي اتفقت معهم قلنا عنهم، يعني الجمهور كمان كثير من جمهور كسبة اليوم عم يحضرنا مشجعي لا الفريق. لا 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 لا، ما انت بتعرف انه لعيبه البولي بول بلبنان للاسف عددهم صار بينعد على الصبيع، يعني بقى ما بدنا نجرب نضوي على لعيبه يمكن عملنا ديل نحن وياهم ونوصل لمحل يصير فيه مثل ما بيقولوا تنشن بيننا وبين أندية باقية على هيدي اللعيبة. خلينا اوريدي نضل محافظين على سرية هذا الموضوع، وإن شاء الله بفترة الانتقالات بعد ما نخلص تعرفون وبتشوفون، ورح تعرف إنه هني لاعبين من المستوى الرفيع جدا، واللي رح يساعدوا النادي بشكل كتير كبير كرمال يحافظ على اللقب اللي أخذوه هيدي السنة، ونزيد لقب على النادي إذا الله راد، هو لقب الدرجة الثانية بالسنة اللي جاية. رئيس خليل، مشان الموسم الجاي شو محضر لنا نادي سبيد بول شكا؟ شو المخطط؟ اكيد بدكم تحافظوا على اللقب تبعكم، كمان هل رصدين لعيبه جديده؟ في شي لعيب هيك لفتك حابب ماني يكون عم بسمع، معكم؟ عم تحكيني بوب؟ بوب عم تحكيني؟ ايه، معلش انا خليني سامعك، ارجع افوت عن جديد، انا لانه سامعك منيح، انا سامعك منيح.
انا بالكيد عم بسمعك. اوكي، رجعت لي اوكي بس السؤال بس عن جاوبني المعروف. اخر اخر سؤال بس جاوبني عليه. لحظة، يا الله. طيب كونكشن عند الرئيس خليل شوي عاطلي شكله، حيكون معنا هلا بالحلقه بعد ما اخلص انا ودكتور الي موسى والرئيس خليل اذا قدر رجع يفوت. حيكون معنا ابو ارز من فريق سبيد بول، حيكون معنا اللاعب اليو ابي صالح، حيكون معنا امين سر نادي كسبه نديم سعد، وحيكون معنا كمان ادم خوري وماريو اسحاق، ماريو الفحل ملقب بماريو الفحل، كمان حيكونوا معنا من المفترض. ماريو بس اذا عم تحضرني وادم سوري اذا بوب، بتسمع بعت لكم اياه. بوب تفضل سوري، تفضل رئيس خليل. راح الصوت كليا. اوكي، هلا رجع احسن؟ اسال. ايه اوكي هلا مش حل. الفترة الجاية هدف فريقكم بعتقد انه تكونوا اكيد بالدرجة، تربحوا بطولة الدرجة الأولى عن جديد، بس هل في لاعبين جديد حيكونوا بالفريق؟ في لعيبة راصدين جديد؟ في شي لاعب لفتك بتتمنى انه يكون معك؟ لك نحن بالنسبة لنا كلاعبين عندنا نشأ كتير كتير حلو وكتير مميز. السنة شركناهم كلنا سوا بالبطولة، بس أكتر شيء أخذ الحصة الكبيرة هو جون بول بولوس، يلي كل العالم شافته إنه هيدا لمع السنة. والسنة الجاية بدنا نحاول نشرك الأكتر عدد من الناشئين بالإضافة إلى الموجودين عندنا. هلا بالنتيجة نحن أكيد بلشنا نحضر مثل كل الأندية، بلشنا نحضر من اليوم للموسم اللي جاي. أكيد بدل عندك لاعبين تتمنى أن يكونوا معك، كمان مثل ما قال الدكتور نحن ما فينا نحصى عنهم لأنه كل الناس بتكون بدها إياهم، في عندك ناس مثلا بتدخل عليهم بغير طريقة. هلا نحن بنتمنى انه نضل درجه اولى، نضل بطل بالدرجه الاولى، ونحن عندنا يعني بس نحس حالنا عندنا شيء بدنا نخسر الكاس، فينا نجيب لاعب او اثنين او ثلاثه من اللبنانيين المجنسين برا، بس نحن حنضل نقاتل تنضل نعمل بطل. كل شيء فيه داعمين بتدعم بالطريقه اللي عم تدعمنا نحن، بدنا نضل نقاتل تنجيب الكاس. إن شاء الله. إيه شو بتحب تختم آخر شيء رئيس خليل قبل ما يبلشوا يفوتوا معي الشباب على المقابلة؟ شو بتحب تختم آخر شيء؟ أنا بدي أتشكر إذاعة كورا بريس اللي رافقتنا طول الوقت معنا، بدي هني الدكتور إلي، بدي هني أستاذ نيكولا أيوب، بدي هني فريق الألمون السيدات اللي عمل بطل، بدي كمان هني فريق النجوم طلع تاني بعتقد، مش هيك يا دكتور؟ صحيح صحيح، طلع على الدرجة بدي الأولى كمان. إيه. وأكيد نادي شباب البترون، نحن إن الله راد السنة الجاي صار عنا دكتور 6 فرق من الشمال درجة أولى، يعني صحيح نحن ما بقى نرضى بـ4 أعضاء بالاتحاد من الشمال، صار بدنا 5. شو رأيك؟ ما بيقدر يمرق الحلقة، ما بيقدر يمرق الحلقة على نحن نحن اوريدي 5 رئيس خليل هلا. اي بس ما بنقبل الا بستي، بكره عندنا 6. هلا بيزعلوا منا الشباب. انا بدي اتشكركم وكلكم ذوق ويعطيكم الف عافيه. وانا اكيد وانا بدي كمان اتشكر احلى جمهور عندنا، يعني هذا الجمهور اللاعب السابع تبعنا. وانا عن جديد بدي اتشكرك رئيس خليل، بدي اقول لك مبروك، بدي اقول مبروك لجمهور فريق سبيد بول، لعيبه فريق سبيد بول، ولكل حدا تبعنا من جمهور فريق شكه على كوره براس وين ما كانوا حول العالم. دكتور الي اخر شيء بعدين تفضل. بوب بدي اقول لك شغله، معلش بالاذن دكتور. تفضل بوب تفضل تفضل. بدي اقول لك شغله، في اذا بدك تعرف اللعيبه مزبوط مني، ما قالك الا اليكو حد منك بدبي، لانه هو اللي بفبرك كل هالامور كلها سوا. كمان يمكن كان لازم يطلع معنا اليوم عليكم، ما عليه، بس معنا ابو ارز حيكفي ويوفي بعتقد. ايه اكيد اكيد. دكتور الي تفضل اخر شيء، شو بتحب تقول؟ انا اكيد رئيس خليل، ما بس ما سوري رئيس خليل، انا حسكر انا وياك تبلش طلع الشباب ماشي. على الشاشه. ثانك يو ماشي ثانك يو عن جديد لك، ميرسي كنت عليك، ضيف لثاني مره. ميرسي بس ثانك يو.
أنا بوب أكيد قبل ما تخلص هالحلقة معك بحب وجه تحية كتير كبيرة ومن القلب للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة، بشخص رئيسه الأستاذ وليد الأصوف الصديق والأخ، الأمين العام عصام أبو جودي، وكل الأعضاء اللي كانوا موجودين وعملوا مجهود كبير للبطولة توصل لخواتيمها. بقول لهم ثانك يو، لأنه بمجهود وبميزانية شبه معدومة قدرنا نوصل البطولات كلها لبر الأمان، وقدرنا نخلص البطولات اللي كانت الدرجة الأولى الثانية الثالثة والبنات، ورح نكمل مع الدرجة الرابعة، ورح نكمل مع الفئات العمرية ومع البيتش فولي بول. أنا بقدر أقول لهم للزملاء يعطيكم ألف عافية على كل شيء عملتوه. نحن برهنا أنه نحن اتحاد متماسك، اتحاد جدي، اتحاد عم بيسهر على مصالح الأندية كلها سوا، اللي كانت أندية بسميها أندية معارضة أو أندية بالاتحاد، وبنتمنى هيدي الكلمة ما تعود موجودة. هذا الاتحاد هو راعي لكل الأندية، وهذا الاتحاد هو على مسافة وحدة لكل الأندية. بتشكر الجميع على المجهود اللي عملوه، وبالآخر كمان برجع أقول له لجمهور كسبة الكبير، انطرونا السنة اللي جاية، كل الفرح اللي شفتوه هيدي السنة رح تشوفوه السنة اللي جاية ضرب 10 إذا الله رضي. أكيد، وأنا بدي ضم صوتي كمان، بدي أتشكر، أكيد بدي أتشكر جمهور فريق كسبة وين ما كانوا حول العالم يلي تابعوا كل الماتشات على كورا بريس، والجمهور أكيد بلبنان يلي تابع كمان على كورا بريس. بدي أتشكركم كمان إنه أعطيتونا كمان الفرصة إن نكون معكم، مثل ما فريق سبيد بول، مثل ما هذا فريق الشرف حماة لنا، المحلات. هذا الشرف لنا. ثانك يو، وإن شاء الله السنة الجاي أكيد حنكون معكم بتغطية أوسع وأكبر إن شاء الله من أول البطولة. بوب بحب اقول لك وبدي شغله، كمان تفضل. ما بقى نعرف نلعب باليكم، بليز اوعى اكيد، تتركونا. ها لا لا، اوكي اكيد اكيد اكيد، اوكي ونحن كثير انبسطنا بالنقل، واكيد حنكون السنة الجاي معكم من اول بطولة ان شاء الله. بس هون كمان بدي ضم صوتي لصوتك اكيد، وهني الاتحاد اللبناني على نجاحه باكمال البطولة بطريقة ناجحة، هني كل الفرق بالبنات بالدرجة الثانية بالدرجة الاولى الثالثة، وكل الفرق يلي لعبت، كل اللعيبة يلي لعبوا، والاتحاد أكيد مجددا يلي نضلنا شوي قبل معه للاتحاد كرمال البطولة تصير، طلعنا بحلقات كتيرة بس آخر شيء صارت البطولة وبطريقة مميزة، وهون تحية لجميع أعضاء الاتحاد. Thank you دكتور إلي. شكرا لك، شكرا لك بوب. Thank you. أنا صار ليك يا معي، حبيبي. Thank you. أنا صار معي نديم صعب، أمين سر نادي كسبة، أبو أرز مدير فريق سبيد بول شكا، وإليو أبي صالح اللاعب المميز بسبيد بول. بعد ناطر آدم يفوت معنا، وناطر ماريو الفحل كمان، يعني إذا عم يسمعونا بليز اللينك عندكم بليز فوتوا معنا على الحلقة. خليني بلش مع نديم أمين سر نادي بطال كسبة، وبرجع لعندكم شباب. نديم، قبل ما بلش معك قلت لك بدي نعم احضر لك فيديو حطه بالحلقة، ما قدرت احضره بس بعتقد الكل شافه الاحتفال اللي عملته بعد الماتش. و آدم اوكي، حابعت لك اللينك على الواتساب، يلا ما قدرنا نزيدك على الجروب، اعمل له برايفت. نديم، الاحتفال اللي عملته كان مميز، زايد الركعة، عم عيط لك نيمار انا من وقتها لهلا، شو اللي صار؟ شو عملت؟ أول شي بونسوار جميعا، بس حابب بونسوار. أول شي كمان بارك لأبو أرز ولفريق سبيدبول شكا فوزهم ببطولة مرسي، لبنان. مبروك لك. ومعلش اسمح لي بوب، وجه تحية كتير كبيرة لجمهور نادي كسبة. هيدي من القلب عم بقول لك اياها، لانه فعلا للدكتور اللي قدرت جامعته الرياضه، اللي قدرت فرقته السياسه جامعته الرياضه. الحمد لله. تنرجع للفيديو. لك بوب، صراحه واحد لا شعوريا يعني بتطلع الشغله، الادرينالين فعلا كان طالع فوق الالف والالفين، دقات القلب فوق ال 10,000، ما بعرف قديش.
صراحة هيدي طلعت هيك عفوية يعني، هلا اللي ما بعرف. هلا اللي بعرف على شو عم نحكي، فيكم ترجعوا على اللينك الماتش على كورة براس اخر 3 دقائق من لا لا اللينك، انا بقدر لا نزله عندي اكثر ايه. شوي اكثر شوي بتبين عليك. ايه ابو ارز انا عندي هلا بننزل وانا لي عندي ايه. اياه، او ابعتوا لي واتساب ببعث لكم اياها. ابو ارز فعلا هذه من تجارب سابقة، كوني انا كنت بالرياضة كعضو رابطة جمهور نادي الحكمة سابقا، واشتغلت بهذا المجال الرياضي. صدقني بوبو انت بتعرف لا شعوريا الشغلة بتطلع. لا اكيد اكيد، انا بس حبيت اسالك عنها لانه فعلا كنت مميز، فرجيت قد ايه كنت متحمس وقد ايه متعطش انه فريقك يربح. حاخذ ابو ارز. ابو ارز مساء الخير لك. بونسوار بوب، بونسوار شباب، اليو اشتقت لك، نديم مبروك. انا بالاكثر ابو يا ارز، واس. والله والله اشتقت لك يا اليو كثير عن جد، 4 5 ايام بعد مش شايفين بعض، مشكله هيدي. حبيب قلبي يا اليو. حبيبي حبيبي حبيبي، تفضل ابو دور. ارز. ابو ارز اول شيء بدي ارجع معك. ارحب فيك واقول لك مبروك، انت يمكن ميرسي حبيبي. مش الجندي المجهول، انت الجندي المعروف بنادي سبيد بول، يلي جهودك واضحه بكل الملاعب، الكل بيعرفها. صراحه يا بوب ميرسي على طبعا شهادتك. انت قل لي شو عندك تقول يعني وقبل ما نبلش بدي اتشكرك كمان ابو ارز، يعني احنا قبل ما يعني احنا بلشنا ننقل على كوره براس ماتشات الفولي بول، لما حضرتك اتصلت فيي وقلت لي بوب شو رايك ننقل، قلت لك جرين لايت اكيد بدقيقتها. وانا بقول لك من وقت على هلا ميرسي كثير، وبنبسط كل ما اشوف رئيس نادي وكل ما بتلاقى بحدا بيقول ميرسي انه نقلته على كوره بريس، وكنا عم نتابع وكانت كل الجيمات منقوله، وتشز هذا شيء عن جد وصل لكل انسان ما بيقدر بهالظرف يروح على الجيمات كان عم يقدر يحضر هو قاعد بقلب بيته. ثانك يو لك بوب انك تجاوبت معي، وثانك يو لكل فريق العمل، وميرسي لجيمي سابا كثير عن جد من كل قلبي، كان كثير كثير واقفين حدنا شباب انتم، ميرسي. صح جميع جميع، يعني بدي اشكر عن جديد كل ستاف كوره براس فعلا، يعني جيمي، مروان، مبارك، علي، جورج فدعوس يلي علق معنا بشكل رهيب، وكمان ابراهيم فياض يلي علق على كم ماتش. اليو بوب، اليو انا اهم شيء اليو. بوب اليو يكون رايق، ما يكون معصب علينا. اليو عم يطلع معي بكل شيء في حلقات هلا، يعني بعد صرنا طالعين فولي باسكت على الكراسي، بعد شو في بعد هلا تنس هلا هلا بده يبلش بالباسكت هلا، روق طول بالك بده يبلش باسكت. لا طلع بعدها بالويل تشير باسكت. لا بس إليو. هلا بالباسكت الحقيقي هلا ماني اليو انا بس اقول لك اول شيء ادائك كان رائع طوال البطوله، كنت عم تلعب كثير منيح. انا شخصيا تعرف انت صديق وانا شخصيا كثير عم بنبسط لما عم بسمع جورج عم بيعلق ويقول اليو، واعرف انه عم تقدم اداء رائع. خبرني، واكيد هذا الشيء ما بيصير لو منك كثير مرتاح كمان مع زملائك بالفريق ومع الفريق اللي عم تلعب فيه. صحيح، اول شيء بوب ميرسي كثير لك، وسبق وسكبه يعني كنت عم بحضر الحلقه من الاول، عن جد اللي عملته كوره بريس ضجه وشيء منه هين، يعطيك الف عافيه، وبتعرف انت اكثر من بتشكر، يعني يعطي الف عافيه لجميع الستاف اكيد. بالنسبه لنحن ولهالموسم، اول شيء الحمد لله يعني رجعنا على الفولي بول من بعد هالغيبه الطويله، يعني نحن بدنا، الجمهور بده، الكل يعني كان ناطر هذا الشيء. نشكر الله سبيد بول، شو ما نحكي عنه من مانجمنت، من تركيبة فريق، كل هالاشياء قد ما نحكي عنه بنضلنا مقصرين. الحمد لله الله وفقنا، نشكر الله من بعد توقيف ما كان عندنا الضربة اذا بدك القوية غير بجانو بشديد. يعني هيك توقيف سنتين ترجع تجي منا هينة تكون هالقد بس نسبة الإصابات، نشكر الله. أكيد بضل في إصابات خفيفة بس الحمد لله
بالاخر الله وفقنا وقدرنا ربحنا البطوله. اكيد اكيد اكيد، والف مبروك عن جديد لك ولكل الشباب. ادم، ادم مساء الخير. ادم خوري كابتن فريق سبيد بول، واداء رائع ادم، يعني من يعني كنت نجم البطولة أو نجم يعني من نجوم البطولة وبرزت بشكل رهيب. خبرني قديه هيدا الشيء بيعني لك على المستوى الشخصي، وقديه هيدا الشيء بيتطلب تمرين وجهد كمان. أول شيء بس أقول لك الكابتن هو أديب كفوري، ما فينا سوري أديب، عارف. أديب سوري إيه سوري، ما عم خرب بنقدر ما بيني. بنقدر، ولا يهمك ولا يهمك. تحية ثاني شيء لأديب. إيه أكيد موجه له تحية، وبنقول تحية كمان لكل المشاهدين اللي عم يحضرونا. تاني شيء، انا اول مره بالدرجه الاولى بلعب ببوزيشن غير ميدل بلوك، انا كنت العب خطيف، وهي اول مره بلعب كروس، يعني بتدرب وبلعب كروس بالدرجه الاولى. كنت العب قبل بالجامعات، بس من بعد ما عورت كتفي ضليت تقريبا شيء 4 5 سنين ما عدت لعبت كروس. وهي اول سنه انا خطه كتحدي لإلي، انه انا قادر ابين بهذا المركز، وهذا المركز بيتطلب كتير تمرين. يعني حتى اليو ابو ارز بيعرف، على طول كانوا يعيطوا علينا يلا يلا بدنا نفل، وانا ضلي مع الموزع يعني عم بتدرب كرمالتا اقدر حافظ على المستوى وما يقولوا والله ما انه ما ناجح فيها. والحمد لله كتر خير الله قدرت ثبت حالي بالتمرين وبالجهد. واكيد ما بدنا ننسى الكوتش كان تعبه كمان معنا، والفريق كله سوا ساعدني، كلهم فردا فردا، كل الفريق تبعي كان عم بيساندني كرمال اقدر اوصل مع الاداره للليفل اللي قدمته هيدي السنه. بشكرهم كلهم، وبشكر كمان جمهور سبيد بول على دعم اللي كان. وانا هون بس كمان بدي اعتذر من كل اللاعبين، يعني في كتير لعيبه بتستاهل كانت تكون معنا، بس لضيق الشاشه ولضيق الوقت ولضيق كل شيء يعني صعب تطلع الكل. بس ان شاء الله السنه الجايه بنكون معكم بنقل من اول البطوله، وبركي ليش لا، يعني هلا عم بحب هالحلقه وعم فكر بركي ليه لا بكون كمان عم نعمل برنامج ان باراليل بس تنضوي كل جمعه بجمعتها عن الفولي بول. ابو ارز خليني انا وياك شوي، قل لي كيف لقيت البطوله السنه؟ انت عايشها للبطوله من جوا، عايش اوضاع شو بيصير كل يوم بيومه من تفاصيل صغيره للكبيره، ان كان بقرارات اتحاد بتطلع، ان كان بمشاكل لعيبه بتصير، مشاكل غير انديه، مطلع على كل شيء. اذا بدنا هيك بس مقارنه سريعه يمكن مثل ما بدك بين البطوله السنه والبطوله بالسنين اللي فاتت، كيف لقيت البطوله السنه؟ بصراحه بوب انا تفاجات باخر البطوله، انا تفاجات يعني اول البطوله كنت عم بقول يا خيي قد ايه بده يكون ليفل اوطى عن قبل، لانه اوريدي كنا نقطع ببطولات قبل فيها اجانب، يجي الجمهور تيشوفوا الاجنبي جديد، كل فريق يصير عنده جاب بمطرح يغير اجنبي، كله بيكون اب تو ديت مين في اجانب جديد، ويصير الفانز تبع الانديه تلاقيها عم بتلاحق مين النادي بده يجيب، والنادي بيكون مخبى اللعيب اللي بده يجيبه. بقى بصراحة أنا كنت متفاجئ إنه يطلع المستوى هالقد عالي، السنة كان المستوى سوبر رائع. أول السيزون أوريدي حكيوا قبل الشباب خليل ودكتور إلي، أول السيزون كانت الوقت كتير قصير للتحضير، يعني كان معنا تقريبا شهر وجمعة أو شهر وعشرة أيام للتحضير. بلشنا بالتحضير قلنا نحن اوكي كنادي سبيد بول اول جيمز رح يكونوا ايزي جيمز، مع الوقت بيصير الفريق يتاقلم وبيصير يعلى الليفل. بالقلي كان شوي عم نعاني، لان نحن كونك انت بطل تلعب مع اخر فريق وطلوع مع الفرق اللي طالعين، فكانت البطوله شوي بايخه بالنسبه لنا. هلا وقت اللي قطعنا صرنا بالريتور يعني بالفاينل 8، بالفاينل 8 بلش المستوى يتحسن عند كل الفرق، وانا ضل اقول لهم للشباب انه انطروا شوي صغيره رح تشوفوا الفرق بتتحسن وانتم بتتحسنوا، ما بدنا نيأس، بدنا نضل عم نقاتل، ممنوع نستخف بولا فريق، ممنوع نستخف بولا لعيب. وفعلا اظهرت هالشغله انه المستوى اللبناني بده وقته بس بيقدر يعطي. وهون بعتقد ادم رح يرجع يحكي عن موضوع المنتخب اللي انا وياه. ابو ارز راح الصوت من عندك، راح الصوت لانه بلشوا المحبين يدقدقوا على التليفون مثل العادي.
anyway, رجعت هلا على الصوت. ايه 100% انت معنا. اوكي. فالفاينل 8 والفاينل 4 كانوا سوبر ممتازين. عندك الالمون عندهم لعيبه جديد كتير حلوين وكان مستواهم كتير حلو. عندك ترنورين فريقه كتير حلو لان كلياتهم شباب جديد. عندك نيت فريق ممتاز عندهم ناشئين ممتازين يعني كل الفريق كتيم كان فريق كتير حلو. البوشري كمان جايبين كذا لعيب جديد يعني الفرق كان المستوى حلو. اخر ماتش بالفينال كان عن جد فول هاوس كانت العالم مبسوطة لدرجة. ان شاء الله بنرجع بالسنين الجاية انا بتمنى مثل ما شفت بالثالثة وبالثانية وبالاولى باخر متوشة الجمهور عم بيعبي الملعب. انا بطلب من كل محبين الفولي بتمنى عليهم فردا فردا من اول جيم بالبطولة ما يستخفوا يلحقوا الفرق تبعهم كل انسان يقاتل لفريقه يصرخ لفريقه تكلياتنا سوا نعلي مستوى اللعيبة ونعلي مستوى الاندية والاندية تقدر تجي عليها سبونسرز زيادة واللعيب يصير مبسوط هو عم بيعطي الاداء تبعه. يعني ادم كل ما بتعيط له ابو ادم هلا عبر صفحتك بدنا نقول له ان شاء الله يكون ابو ادم مبروك يا ادم مبروك يا رب. مبروك ابو ادم كل ما نقول له ابو ادم يجيب 10 نقط بالست. حبيبي المستوى كان ممتاز وهلا اليو البارابلوي تبع النادي كمان هو بيفتح له وبيخبر اكثر. اليو باقي السنة الجاية مع سبيد بول ولا طبعا مش اليو بيقرر طبعا طبعا مش ليك out of discussion ولا حدا بيجي على نادي سبيد بول وبيفل هيدي كل العالم تنسيها هي ما حدا يبحث فيها دغري بيقطع لي كل شيء نيغوشيشنز بيقطع الطرقات على الكل دغري حبيبي والله حبيبي يعني شفنا ادائك كان عالي. اذا بدنا نحكي إذا بدك اللي أي أكتر ماتش بهيدا الموسم حسيته كان ماتش قريب وحسيت يمكن الأمور عن جد تفلت منكم يعني أو حسيت بخطر أنه تخسروا البطولة؟ بوب صراحة مثل ما كان عم بيقول أبو أرز يعني 100% كيف كانت كيف بلشت البطولة وللآخر. إذا بدك ما فينا نقول أي ماتش أقرب ماتش أنه كانت تفلت الأمور من إيدنا. هيدا الإحساس عند اللعيبة نحن بس نكون بالملعب على طول لازم تضلك تقول أنت أنا بدي ركز على طول بدي جرب أعطي أحسن شيء ما عندي. بعتقد يبين أنه إيه في أوقات يمكن فريق الأوبونين تبعك يعني بيضايقك بمحلات أكثر من محلات أكثر من غير فرق. بس بعتقد الحلو بهالبطولة كان المستويات قريبة كتير لبعضها يعني وخصوصا بالاخر صرنا عم نشوف على كتبه ما عم نلعب جيمز هيدا الشيء بيعلي مستوى الفريق يعني اللاعب بس يصير عم بيحتك اكثر عم بيلعب اكثر عم بيقدر يكون مستواه عم بيطلع اكيد وهيدا الشيء يعني عن جد ما بدنا ننسى. اذا بنحكي عالميا بنشوف هالسنتين الكورونا اللي اثروا على كل اللعيبه بالعالم يعني مش بس عم نحكي عن اللعيبه اللبنانيه فشي بكبر القلب ترجع تشوف انه مشيت البطولة الجمهور عن جد اللي عم بيحكوا عنه شيء عن جد كتير حلو لا يوصف وبكبر القلب ومثل ما عم بيحكي ابو ارز 100% يعني بس يكون في عندك هالامبيانس اذا بدك مستحيل تكون مش عم تعطي الماكسيموم تبعك كلاعب على الملعب. فعن جد بنطلب جمهور سبيد بول بكبر القلب جمهور حتى اللي شفناه بالتاني وبالتالتي أكيد كمان كريدت لقلكم يعني عم تنقلوا إن شاء الله هالقصص منشوفها وبتزيد للسنين اللي قدام إن شاء الله. أكيد نديم يعني اليوم نديم معي نديم أنتوا كان لازم تكونوا اثنين من المشعل مع ثلاثة من سبيد بول كنا عملنا سوا عطول البطل قلوا الحصة الأسد عطول هيدي ما نبحث بالموضوع ونحن لا بالضبط. لا ماريو بس ما بعت ماريو أنا اشتقت له الماريو عجبني كمان عنده روح ماريو لازم يكون معنا ما بعرف وين هو ماريو ناطرينه على كل حال نديم عيط له الماريو بليز من صوبك اللي من أول هلا خليني فز خليني فز من هون من عند الجيران نديم
نديم وصف لي وصف لي يعني شو قدر نادي المشعل يعمل بقلب كسبة. شفنا جمهور كبير عم بيتابعكم، شو تغير؟ تحس هلا بالضيعة عم ينحكى بس باسكت ولا لا الموضوع سياسي وانتخابات؟ بس فولي بول ساري او الموضوع انتخابات؟ صراحة قطعت ليلتها القصة. صح، بس قبل كل شيء قبل ما انت حابب عبر صفحة كورة بريس اعلن على شغلي وحدة، هيدي امور ادارية انا صراحة بوب اتعلمتها من كتير عالم عشرتهم بالباسكتبول وخاصة بنادي الحكمة. اعلن لجماهير نادي المشعل تشكيل رابطة جمهور بترجع قرارها للادارة، تأليفها بتبلش بأسعد موسى إلي متري، نقول نيكولا متري وميشو الطام. بالنسبة وأكيد لح تتزايد للأسماء تتشكل رابطة الجمهور. بالنسبة لسؤالك الحديث هلا نعم أكيد الموضوع هلا كله عم بيحكي فولي بول، كله عم بيحكي مشعل كسبة. بوب انت بتعرف ومثل ما قال الدكتور إلي انه من زمان وجر يعني من 2010 كان نادي المشعل لعب 5-6 سنين بالدرجة الممتازة وكان من المنافسين على الفاينل 6 والفاينل 4. صراحة اللي عمله نادي المشعل انجاز كتير كبير للإدارة للعيبة، جمعوا اللي قلت لك اللي بتفرقوا السياسة. صراحة يعني بتعرف انت الشعب اللبناني ككل في من كل التيارات السياسية، الفولي بول جماعة، الفولي بول يعني كيف بدي اقول لك حطوا ايد بايد تنوصل نرجع فريق المشعل الى مصاف الدرجة الاولى واكيد ننافس سبيد بول شكة. اهلا بيت سهلا بيروح من غيرك كثير، سمعنا من غيرك كثير ما تعتلم. لا لا منافسه رياضيه ابو ارز، منافسه رياضيه هذا حقك، هذا حقك. وشغله ثانيه حاطين ادم عميلة نديم بدك تنتبه. مش ما تعتلم لا ادم كمان ادم حبيب آدم حبيب القلب وآدم نفتخر فيه ونرفع راسنا فيه، لاعب منتخب لبنان كمان بالنهاية عم بيعمل شغل. دلينا على منتخب لبنان، مرقت لي إياها ومرقها قبل هي منيح المرقتها، دلينا على منتخب يا زلمة لحد أوخو ربنا خلينا ساكتين هلا وين المنتخب؟ لحد تطلع كلمة كبيرة. في منتخب، في منتخب بإذن الله، في منتخب ابو ارز ما في شيء باكد طالما ما في قرار، بس يكون في قرار بعدين عم نشوف شو. كيف بدنا نسال دكتور الي كونه رئيس لجنه المنتخبات بس لضيق الوقت صاري ولكثرة الضيوف ما قدرنا، بس بعد الاداء انا حقلك الجواب، انا حقلك لك الجواب، انا حقلك الجواب. لازم يكون في منتخب بقى تسافروا وتشاركوا وتلعبوا. انا حقلك الجواب، هن شغلتين. اول شيء رح يكون في مهرب انه ما في مصاري، انه نحن ما في مصاري. خي انا اول لعيب، اذا انا استدعيت على المنتخب انا وبفتكر كتار من اللعيبة، ما بفتكر ولا لعيب هياخد مصاري، بما انه هو هلأ بهمنا التقليعة. مثل ما بتعرف اول يعني مثلا السنة ثلاث ارباع الفرق عملت بادجت ميزانية خفيفة كرمات يقلع الفولي لانه صار له سنتين واقف. نحن كلاعيبة بدنا نضحي، النادي بده يضحي، بس بدنا نقلع بالاخر. المنتخب بده خطوة بالأول بدنا نبلش فيها، يعني كلنا ما نضحي كرمات يصير في منتخب. بتقلي في منتخب أندر 18 خيع أبوة الشباب عم بيشتغلوا في منتخب أندر 18 وعمله قبل منتخب صغار، بس المشكلة بالمنتخب الكبار بده بادجت، في لازم يكون في تأمين مصاري لنحن اللاعبين. بعد ما يعني بعدنا عمري 30 سنة يعني بعد فيه أعطي كيف ما كان يخي 3-4 سنين في يكون أنا added value لحيالا منتخب موجود، مش انا بس، انا وكتير لعيبة بلس في لعيبة ناشئين صغار فيهم يكونوا موجودين معنا كمان. في كتير اسامي بارزي، في كتير اسامي السنة الفولي بول
لأنه كانت كلها سوا لبنانية، ضافت على هاللعبة أسامي بحياتنا ما كنا سامعينهم، عم بيكونوا كتير منيح بالملعب، بينشغل عليهم. بكرة بيصير في دعوة بالاتحاد، حيلا اتحاد يعني إذا كان إنه في دعوة للاتحاد حيلا بطولة نطلع نشارك فيها، ما نبلش تمرين راكد بركض يلا قبل بشهر وقبل بشهر ونص، وما لحقنا وما حضرنا مزبوط خي. هلا في خطة، أنا هلا خلص السيزن تبعي، إذا أنا قررت ما ألعب بيتش، ما بحب البيتش، بقعد أنا 6 أشهر بالبيت ما عم بلعب طابة فولي. طب هذا مش مزبوط كمان، لازم يكون في منتخب لبنان، بس نخلص نحنا سيزن بنرتاح جمعة، بنرتاح شهر، بنرتاح اللي هو من بعدها لازم نبلش تحضير للمنتخب. المشكلة بلبنان انه كله كيف السياسي مسيس، كل نادي بده يبعث. انا من عندي 3، هاي المشكلة تذكرني ما نوقع بهاي المشكلة. انا عندي مشكلة ببعث من فريقي ولا من نادي تبعي 3 لعيبة، لا هيدي 5، لا هيدي 7. انا اخرت نهار هيدا القرار بيرجع يعني بينحط كوتش عنده هيدا القرار، ما في بلبنان. انا عم بحكيك اياها مزبوط، وهلا سؤال غيري والادب مني بيقول لك ما فيهم ياخذوا قرار لا اتحاد، مش ما خص الاتحاد، ما فيهم ياخذوا قرار مين اللاعب اللي بتصدع. كل نادي بده يبعث لعيبته، وهون بيقول لك لا خلينا اندر 18 خي كم لعيب يلا بيشاركوا، او اندر 13 او اندر 23 او اندر اللي هي. في لعيبة يا خي بعدها بلبنان عمرنا في 27 و30 و25 و19 و18، بعدهم شباب كتير منيح. يعني في منتخب، فينا نعمل منتخب، وبفتكر كلنا سوا، ما بعرف إذا إليو حتى بيوافقني أو اللعيب اللي ممكن تستدعى المنتخب، إنه فيهم يكونوا عم بيلعبوا ببلاش أول فترة، فينا نأمن مصاري. هلا عم بحكي أنا وأبو أرز، خيفينا نحن كلنا سوا نشتغل تنساعد هذا المنتخب إنه يكون موجود. ما فينا نقعد ونقول ما معنا مصاري ولا ما في هذا بده كثير ولا اكيد لا. انا بوافقك ان شاء الله، يعني شفنا اداء رائع للاعيبه. حرام حرام نحن بس نلعب كثير ونحتك، بدك انت تضل عم تلعب فولي. هي اول مره بحياتي انا ممكن فكر العب كروس، لانه قبل كان في 3 اجانب انسيها. انا بحكي بضمير، ولا ممكن العب كروس في 3 اجانب موجودين بالملعب، عم تحكي اسامي افضل لعيبه عالم عم بيجوا يلعبوا بلبنان، ولا ممكن تلعب انت كروس بهذا البوزيشن. يعني هي من هي، بس هلا خيي ما في اجانب، في فرصه انه عم نتدرب، في كتير لعيبه ناشئين بعد عم تتدرب، ما بدي اسمي، في كتير لعيبه ناشئين عم تتدرب. خليني اخذ راي إليو بالموضوع قبل ما نختم كلنا سوا مع بعض. إليو تفضل، عندك شيء؟ يعني اكيد اول شيء منيح اللي انفتحت عن النقطه. هلا بحب احكي عن كذا شغله، بس نقطه اساسيه هي نقطه المنتخب. يعني ممنوع ما يكون في عندنا منتخب، ويا ريت على سنه وسنتين. يعني بعتقد اذا ماني مغلط بال 2013 اخر منتخب صلحوا لي، او 2012 ما بعرف انتين، يعني ما بيصير يعني 10 سنين بلا منتخب. هيدا الشيء مش مقبول، 10 سنين يعني انت عم تحرق جينيريشن كامله. هيدا الشيء الممنوع، يعني ما بعرف مين اللي بنقدر يمكن يوصل الصوت له نشتغل على انه نعمل منتخب. قادرين نعمل منتخب اذا بدنا، اذا بدنا نضلنا نقول نتحجج ايه ولا وما في بادجت وما يعني قصص، ما انت كلنا بنعرف يلي بده يعمل شيء، يلي بده يقدر يعمل شيء تروح وصلت بعتقد الصرخه والصوت وشو. يعني بدنا نضل بالبطولة السنة، بس إن شاء الله أكيد أهم شيء يكون في منتخب، يعني ضم صوتي لصوتكم، ونحن أكيد داعمين لازم يعني أقل شيء. بس لأنه بس عم يحكي يعني نقطة آدم مهمة كتير، إنه نحن كلاعيبة هلا قد بعد بنلعب لقدام. يعني هلا لازم يكون في منتخب لنحن والإيج كاتيجوري تبعنا ما تنحرق، يعني ما تنظلم إذا بدك، عرفت؟ فهذا شيء لازم ينشغل عليه بسرعة، ما أكثر من هيك ما بعرف إنه إذا فينا نوضح. آدم إليو شو بتحب نختم أنا وياك آخر شيء؟ شو بتحب تختم قبل تقول آخر شيء قبل ما أختم أنا وياك؟ صراحة بشكر وبرجع عن جديد، يعني كورا بريس أكيد، وإن شاء الله السنين لقدام بكون هالإشياء والجمهور أحسن وأحسن على الأكيد. كمان بشكر على هيدي السنة جمهورنا كنادي سبيدبول، مانجمنت نادي سبيدبول، كل لعيب بنادي سبيدبول، واكيد السبونسرز وهيك ما بدنا ننسى حدا. شغلي بس بوب، ما بعرف قديش بعد معنا وقت، كمان كنت عم بسمع باول حلقه على انه قصه انه بيكون بيصير في اغلاط تحكيميه وهالاشياء هيدي. بعتقد فينا نعمل كمان اشياء للحكام
فينا نحسن شوي يعني. يعني ليش تنقول انا ابن كنت باسكت بول وجيت على اذا بدك على الفولي بول، ليش بدنا نخلي على طول الباسكت بول كاتحاد وكهذا احسن منا؟ شو الفكره؟ خلينا نحكي القصص مثل ما لنا. ليش بدها تطلع لعبه الباسكت اقوى من لعبه لا بقصص صغيره يعني. ليش بيقدروا هن يعيدوا مثلا طابع على التي في اللي هو قصص بسيطه يعني، مش دوب نجيب اكويبمنتس مدري شو هن تنقدر نعيد طابع شاكك فيها مثلا الحكم، انه شيء هين يعني قصص بسيطه. هذا الشيء بينحط قدام الحكم بنقدر نشوف يعني بياخذ قرار مزبوط اكثر يعني. قصص صغيره اكيد لازم ينعمل على طول دورات تحكيميه للحكام، عم بينعمل مش عم بينعمل ما بعرف. خليني بس اخذ دقيقه بعد، انا بشغلي بتعرف حضرتك انه انا بالويلتشير باسكتبول لعبنا بطوله لبنان اللي لعبناها في جيم كان في اغلاط تحكيميه، تفاجأت من بعد نهار بيبعث لي الحكم اللي كان عم يحكم اللي هو كان مسؤول الحكام عم بحكي ويلتشير باسكتبول، اوكي تشوف هاللعبه قديش مش مدعومه كمان. تفاجأت الحكم هو حكم دولي عم يرجع يبعث لي الاغلاط وعم بيقول لي هون مرجح احتجيت معك حق وهون معك كذا وهونيك كان هونيك غلط وهون فصل لي كل وحده بوحدتها. يا ريت بنقدر نعمل هيدا الشيء بالفولي بول، يا ريت يعني. مش عم نقول انه اكيد كل نحن بنغلط، لعيبه بتغلط، حكام بيغلطوا، كل الناس بتغلط، بس كتير منيح نرجع نشوف اغلاطنا، نرجع نشوف شو عم نعمل، نرجع نقول انه ايه نعمل فيديو سيشن نشوف هون صار في غلط، هون فينا نصلح، ما فينا. هودي قصص عن جد مهمة وعن جد ما بدها هالاشياء الصعبة تتنعمل يعني. هيدا هي. هيليو ولا ممكن إذا بتفرجي الغلطة بعينه ما بيصدق، هيدي أنا عن خبرة عم بقول لك، إذا بتفرجي الغلطة بعينه ما بيصدقها، أنا عم بقول لك يا غيب فرجي 100 فيديو بقول لك لا مش مزبوط. يا آدم طول بالك. لا يا أبو أرز أنت بتعرف يا خيي، أنا فرجيت الحكم الفيديو قال لي لا هيدي ما أنا تاتش، قال هو أنا شبك قبله. هو شافها. بتصير. هيليو خليني أرجع لك مبروك وإن شاء الله نكون كمان بحلقة. شير باسكت بول لانه بتستاهلوا كمان للدعم انت وكل الشباب، كمان بوجه لهم تحيه هون من بنهايه الحلقه اليوم. ثانك يو اليو. نديم قبل ما ارجع عند ادم وابو ارز اختم انا وياهم، شو بتحب تقول باخر هيدي الحلقه؟ شو بتحب تختم؟ تفضل. اكيد اول شيء بدي اشكر ارجع اكيد كوره بريس، يعني هيدي الصفحة اللي وصلت لدرجات الفوليبول يمكن ما كان ولا تي في بتنقلها، لا التالتة ولا التانية ولا حتى الأولى إلا بمباراة أساسية. شغلي تاني كمان بحب أشكر رئيس النادي دكتور إلي موسى بثقته فيي وكانت ضمن اللجنة الإدارية. شغلة أخيرة بشكر أكيد جمهور كسبة اللي عطى من كل قلبه، يعني بمباريات فاصلة كان أدى وقدود، هو أدى وقدود، وإن شاء الله منوعدهم بالدرجة الثانية، بطل درجة الثانية تنطلع على الدرجة الأولى مطرح ما كان هو الأساس. أنا في تصريح صغير قلته على صفحة قلت المشعل عائد، وبرجع بشدد على هالتيتر مش على العقد. اخر شيء وهذا ما لازم يعني ننسى تعب اللعيبه من كل فرد لافراده، من الكابتن ماريو الفحل لاريك ابي كرام لروي عبد الله، معلش اسمح لي عدهم لانه هن كانوا مثل اخواتنا ومثل حبيبات قلبنا، توني كيريلوس، جورج شحادة، سامي متري، وأكيد الباسور غني عن التعريف أمين القاص. عن جد نشكرهم من كل قلبهم، عطيوا من كل قوتهم فنقدر نربح بطولة لبنان الدرجة الثالثة. كمان أنا بدي أرجع لكم مبروك نديم، وأنت من أمنا السر النشيطين والأنشط بلبنان، كمان مشكور على جهودك يلي عم تعمله لنادي كسبة، وبعتقد الكل شايف الفرق يلي قدرت تعمله وقد ايه انت عم بتحط جهد على المستوى الشخصي، وان شاء الله كمان كل أمور بيكونوا هيك بجميع الأندية وحتى بالاتحادات.
مبروك عن جديد لكم، واكيد حنكون معكم السنه الجايه على كورا براس. اكيد ننقلكم من الاول لجميع ماتشاتكم. ثانك يو نادين. لك يا ابو ارز، عم طول عليك، حاخذ ادم اختم انا وياه ترجع اختم انا وياك. ادم تفضل، شو عندك اخر شيء تحب تقول باختصار؟ ايه باختصار، انا بزيد على حكينا عن لا يا اخي، انا هوليك اصلا انا بدي فوت، كنت بقصه منتخب صراحه بك، هيدا عم بحكيك يعني من وجع قلب كل لعيب لبناني بيحلم فيها. الحكام كونوا ربحتوا البطوله، بنرجع بنقول لكم مبروك. شو بتحب تقول لجمهور فريقك؟ شو بتحب انت تقول باخر هالبطوله للاعيبه اللي معك، للانديه، ما بعرف للي بدك اياه؟ انا بدي اشكر اول شيء كل لعيبه سبيد بول شكار، انه كلنا نحن كلنا عائله عن جد، يعني مع من الكوتش للعيب للناشئين للاداره، كلنا كنا سوا عائله، وهذا الربح بهديه لكل زملائي ولكل جمهور سبيد بول شكا. وبفتكر كمان الجمهور تبع سبيد بول مثل ما قال الرئيس خليل بالاول، هو مش بس من شكا، هو من يعني 90% بدك تقول من كل الشمال، يعني كل الشمال حتى من الجنوب عم يجوا يحضروا كانوا فولي. نحن هذا هالانتصار بنهديهم ليه، بنوعدهم انه رح يكون في سنه الجاي موسم حلو، رح نجرب نحن كلاعب نقدم مستوى حلو كرمال يكونوا هني مبسوطين، هذا اهم شيء. وبشكر كمان جمهور نادي حماد، ما بدنا ننسى ضيعتي، ورئيس النادي كمان نيكولا ايوب، بنقول لهم هارد لك، وان شاء الله السنه الجايه باذن الله بيقدروا يحققوا الانتصار كمان. وانا بدي اقول شغله كانت لك ولكورا بريس، هي انه نحن عن جد انعرفنا، وصار في كل يعني في كتير عالم مختربين بيحكونا بيقولونا انه واو شو هالجيم الحلو، معروفه انه عم يقدروا يحضرونا اكثر من التي في. بنشكركم على هذا الشيء، وبنتمنى انه تضلكم عم ترفقونا للسنه الجايه، وان شاء الله باشياء بنقدر نشتغلها سوا، نقدر نحسن اللعبه، نصير العالم اكثر عم تحضر، نطور المستوى. ونحن بعدك انا كلاعيبه وكجمهور وككل شيء، نجرب قد ما فينا نقدم مستوى حلو تضل هاللعبه، نساعدها تتطور وما بقى ترجع لورا، هذا اهم شيء. ان شاء الله ادم بدي ارجع اقول لك مبروك لك ولسبيد بول ولك شخصيا على الاداء الرائع وعلى الموسم الرائع يلي قدمته. ان شاء الله اكيد بتكون عندنا حلقات جديده، وان شاء الله السنه الجايه اكيد بنكون معكم من اول البطوله لاخرها، ومع الجمهور كمان تبعكم. ثانك يو ادم، ويلا بنشوفك قريبا ان شاء الله. ابو ارز، ختامها مسك انا وياك، يعني من اول البطوله لاخرها، من قبل البطوله انا وياك مع اتصال دائم، اليوم عم نختم موسم الفولي بول. عندك ميوت، انتبه عندك ميوت، خلص انا شلت لك الميوت من عندي. لا رجع لان انا كبست. اوكي هلا جرب، هلا ديل هلا احسن. اوكي كنا على تواصل، عم لك من اول البطوله، من قبل البطوله، على طول على اتصال انا وياك بمواضيع الفولي بول يوميه، التواصل الاجتماعي يومي. صح. انت ابو ادس كمان من الاشخاص الناشطين جدا بالفولي بول على الساحه اللبنانيه، وبالاخص بشكه وبفريق، هذا الشيء معروف. بس شو هيك بتحب شوي تحكي فيه وتختم، نختم فيه انا وياك او نناقشه سوا قبل ما نخلص؟ بوب كمان زيد كثير على الشباب، حكيوا قبلنا عن الجمهور، جمهور شكه بحبكم كلياتكم، مرسي كثير على ثقتهم فينا وعلى ايمانهم بنادي سبيد بول. انا بدوري بالتعامل اللي تعاملته السنه بالمباشر مع كل اللعيبه، كنت اكثر شوي صغيره من عليكم بالوقت اللي انا وعليكم على طول تنسيق تام، يعني شخص واحد. اول شيء بقول له مبروك لعليكم من عندك تراك، مبروك لكل رفقاتي باللجنه الاداريه، بتشكر الشباب اللعيبه اللي معنا اللي فعلا مش عم بمزح، يعني اللي اخذوه من النادي ما بيطلعوا حق بنزيناتهم. مرسي كتير لكل لاعب اجا من اخر الدنيا ومن هون، من شكة ومن حامات مثل ادم وانجع، مش مطلعين مصاريفهم الداخلية بقلب النادي. مرسي كتير لقلهم على كل المجهود اللي عملوه، وبعتذر على اي شغلة صدرت مني او من النادي تجاه اللعيبة، لانه عطول في قصص تقطع بي ups and down، وهذا شيء طبيعي، واذا ما بيكون في هيك بيكون في شيء غلط. وانا بدوري بتشكر خيي نيكولا ايوب اللي انا وياك اشتغلنا باخر يومين ثلاثه،
وهذا خيي الصغير اللي بحبه قد الدنيا وبنبسط بطريقة شغله. ميرسي كتير لإله إنه كان يقبل مني أوقات نصايح، أوقات أعلق أنا وياه كذا مرة بآخر يومين علقنا سوا ونرجع نرضى. ميرسي لكل شباب حماد للإشكالية اللي صارت، هذا مش مشكل، هي إشكالية سوء تفاهم. تقبلوا مني إني أنا أقدر أتعاطى معهم بالمباشر، ميرسي لإلهم كلهم، بحبهم كلياتهم. مبروك لكسبة، مبروك لحماد، مبروك للبترون، مبروك للنجوم جوني، مبروك لسبيد بول، أكيد بطل لبنان ورح يضل بطل لبنان. قلت لك قبل الفينال، بنهار الفينال كنت معك، قلت لك السنة بطل وسنة الجاي بطل، هي سجل عندك، سنة الجاي سبيد بول بطل. بس السنة اللي بعدها جاي عليكم نادي كسبة، علت شأن البولي بول ومنشوفكم سنة الجاي، وإن شاء الله الاتحاد بيعملنا كاس الصيف وبيعمل كاس لبنان تكل هالأندية اللي عم تتعب واللعيبة اللي عم يطالبوا فيه. إذا ما كان منتخب يكون عندهم بطولة لبنان وعندهم كاس لبنان، نحن جاهزين على الكاس. في فرق بتستاهل تكون من الدرجة الثانية ومن الدرجة الثالثة ومن الرابعة، أنا عم بعرف هلأ في بالرابعة فريقين عم يتحضروا كتير منيح، وفي 7-8 فرق بالدرجة الأولى كمان جاهزين كل يوم. هيك هيك اللبنانية عم نلعب، خلينا نعمل كاس غير كاس الصيف، ويضل الفوليبول يرجع يبرم على كل الضياء، مش بدها تضل محصورة بالإندور، فينا نلعب كمان بالأوتدور. فميرسي لكم بوب، ميرسي لك شخصيا كتير، وشو بدي أقول لك أكتر من هالقد، ميرسي لكل العالم اللي بتأمن بنادي سكيتبول. Thank you. لا أكيد نحن بدي أتشكرك عن جديد وتشكر كمان كل الجمهور، ونحن كنا حكينا أنا وياك بموضوع للصيفية، قلت لي هالجمعة بنرجع بنحكي فيه، حكيت فيه كمان مع دكتور إلي موسى تحت الهواء مع بعض رؤساء الأندية. كمان تحية كتير كبيرة لنيكولا أيوب كمان مني شخصيا على كل جهوده اللي عمله فعلا، يعني هذا بس حبيب القلب، هذا من أكتر رؤساء أندية نشيطة، يعني شكو بالا نيكولا. وحاسمح لحالي أقول كمان من أنظف العالم يلي بتعاطوا بالرياضة بلبنان كلها. هاي أنا ما عطلوا، بس بدي وجه له تحية كتير كبيرة كمان لنيكولا وقل له هيدا الشيء. وبعرف نيكولا حيكون متجاوب للخطوة يلي إن شاء الله بكورة براس ومعكم نقدر نعمل شيء هالصيفية للفوليبول بلبنان. رئيس الاتحاد كمان حطيته بالجو هيك شوي بالصورة كمان كتير حبة، إن شاء الله نقدر كمان عندي هي ولاده للاتحاد، يعني نحن بلا الاتحاد أكيد ما فينا نعمل شيء، نحن بنتمنى أكيد عليهم هني يبلشوا بالمبادرة أكيد. وتحية كمان وفعلا هون بس كلمة حق هيك كمان تحية لاتحاد الفوليبول ولأستاذ وليد الأصوفي اللي عطول متجاوب يعني بجميع رئيس وليد. أنا عصام وليد. وعصام والكل ما بدنا ننسى وكل يوم وعشر مرة وعصام أكيد مرة ولا مرة إلا ما يرد بعد ثاني، وأي شيء بتطلبه أو بتسأله عنه بيكون الجواب بلحظته ولا مرة خزلنا. لا فعلا يعني جميع أعضاء الاتحاد وعصام والكل يعني كمان لهم كريدت كبير كان بهذا الموسم. نحن هون خلص نقل كورة براس للفولي بول لبطولة لبنان يلي خلصت من كم يوم بالدرجة الثالثة والدرجة الأولى، بس رح نكون معكم إن شاء الله بالصيفية إن كان بالبيتش فولي بول أو إن كان شيء تاني، بدنا بالتعاون مع الاتحاد والأندية بالشمال نقدر نعمله سوا ان شاء الله للعبة الفوليبول. بدي اتشكر كل يلي تابعونا اليوم بهذه الحلقة، كل يلي حضروا كورة براس، نقل الفوليبول على كورة براس من لما بلشنا ننقل للمباراة النهائية عن جديد. فريق عمل كورة براس كله سوا بدي اتشكره، جورج فدعوس يلي كان معنا على التعليق مميز كمان شكر كبير، براين فياض يلي علق كم ماتش مبارك مبارك، وعلي وجيمي ومروان عن جد كل أسرة كورة براس، وتانكيو لكل جمهور الفولي بول على تشجيعه وعلى ثقته فينا، وتانكيو لك أبو أرس كمان عن جديد. مرسي لك أبو أويك، مرسي خليك بهالأمبير. تانكيو. أنا بعد شوي بعد حوالي 10 دقائق ربع ساعة حكون بحلقة جديدة هلأ بسبورتس بوليتيكس مع جوزيف طنوس ناشط على السوشيال ميديا وبالباسكتبول يلي كان استدعي لليوم لمكتب الجرائم المعلوماتية بدعوة من اتحاد الباسكتبول عليه بشكوى مقدمة عليه، حيكون معي تنعرف كمان تفاصيل شو صار معه اليوم.
ثانك يو لكل يلي تابعونا عن جديد. يلا بشوفكم بعد 10 دقائق. انا باي باي. باي 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 باي.